والمفاهيم والأحكام والحقوق والتاريخ والمعلومات الكونية وطريقة المعالجات ودمج الاجتماعي بالإيماني المعاصر بالمآلات والشمولية في هذا. لا يمكن يأتي به واحد ذكيا، لا يمكن يأتي به واحد في ذلك العصر في تلك البيئة البسيطة، لا يمكن. ولذلك احنا نقول الذي يقرأ القرآن قراءة تأملية في تحليل محتوى يؤمن بأن هذا الكلام ليس كلام مخلوق، هذا كلام لا يقوله إلا خالق، كما اكتشف من؟ كما اكتشف جيفري لانج مطبوع كتاب دار الفكر في دمشق، صاحب كتاب صراع من أجل الإيمان عدل، وآمن هذا الأمريكي الملحد أستاذ الرياضيات الذي جلس عجيب. لماذا؟ وجد الإجابات في القرآن الكريم، الإجابات الكلية الوجودية من سورة آدم وحل تشكيلة الوجود إلى آخره. وصاحب كتاب القرآن المذهل الإنجليزي أو الإيطالي الذي أراد أن يطعن في القرآن وأستاذ رياضيات وأيضا أسلم بعد أن اكتشف الحقيقة. وطابور من الذين اقتربوا من الإسلام أو دخلوا فيه. الشاهد كانت أريد أستزيد فأعطوها السيرة النبوية، فلما وقفت على أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام وشمول سيرته وعلاقته بزوجاته، معقولة نبي في ذلك العهد الجاهلي الذي المرأة فيها صفر أو شيء من الأشياء وليست كائن، نبي يأتي ويكسر القواعد كلها ثم نقرأ في سيرته أنه وهو راجع من خيبر إلى المدينة وزوجته صفية معه، فتروي الرواية الصحيحة أن صفية أنه عليه الصلاة والسلام لكي تركب الجمل والبعير يجلس ويثني ركبته إليها وتركب أي اتكيت أي ذوقيات أي برستيج أي ركبة خاتم الأنبياء وسيد المرسلين تطأه امرأة ويجعل من ركبته الشريفة درجا لسيدة في ذلك العصر في مجتمع يحتكر المرأة، لأنه لا يبالي بآراء الرجال، إن عنده حق لأنه يريد أن يعين الميزان. نفسها صفية عندما يبرك جملها ولا يقوم فتنزل دمعتها، ثم يذهب ويمسح دمعة صفية. تدرون ما معنى أن يمسح الإنسان دمعة زوجته لأي هاجس في نفسها؟ وخذ السيرة الطويلة التي عند رسول الله عليه الصلاة والسلام التي جعلت واحد خرق في عالم الإلحاد والشك الدكتور الأديب الشهير زكي مبارك المصري اللي كان خصم للعقاد ولطه حسين وللجميع وللرافعي، يقول في كتابه العشاق الثلاثة ثلاث شعراء أربع إنسان، يعني ما يتكلم ديني يتكلم عدل ومادي، يعني حتى التزام الله يسامحه زكي مبارك أديب كبير صاحب كتاب العشاق مدامع العشاق. زكي مبارك يقول إن لم يكن هناك إنسان قال كلمته في المرأة وسجاياها وطبائعها ومعرفة معاملتها كمحمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه في الكوكب التي أحاطت بها النساء كانت هناك الأرملة كبر منهم والتي هي أصغر منهم والشابة والجزيرة العربية وبنت اليهودي وتنوع كامل بالأمزجة والطبائع والأعمار والحالات الاجتماعية والغنى والفقر إلى آخره، فقطعا ستكون أحكامه حتى لو لم يكن نبيا أنه عرف من باب الخبرة الحياتية والاندماج والمعايشة، فكيف إذا كان يوحى إليه من السماء سبحانه. هذه البنت اسمها أنجريد أنجليكان سويدية رياضيات، من الذي كان يناقشها في الجامعة ويدعوها للإسلام وهي تسأل بجد وصدق تبحث عن الحقيقة؟ طالب كويتي اسمه أيمن العوضي أخذ جائزة الدولة، جائزة الأمير الله يرحمه الشيخ جابر، جائزة الأول على الكويت، وكان رياضيات ذكي الآن أستاذ الجامعة، كان يناقشها بذكائي شيخ وليس يعني ثقافة. فقالت لي فاطمة يا دكتور يرحم والديك البنت ما تحتاج إلا فك إشكالات وترجع
على الإسلام بس. فقلت ما أقدر يعني الآن معاكم العصر والمغرب المسجد محاضرة المسجد وبالليل النادي الثقافي السعودي مع الدكتور الطبيب السعودي العجاجي احنا راح نخلص 11 وطيرتنا بالضحى يعني صعبة إلا إذا ناخذ معها ساعة ساعتين آخر الليل ما أدري تروح لها. طبعا أنا في أمريكا ألمانيا سويسرا فرنسا كل الدول رحت لها في محاضرات وفعاليات ثقافية سواء جامعات أو مراكز إسلامية أو حتى عند الغربيين كذا لبسي. ليش؟ لسببين. السبب الأول أنه يفتح مجال الحوار. هم ظانين إحنا العرب ناطين من البعير على المرسيدس الألماني ويلا ما نفهم شيء فنناقشهم. هذا أول أنه مثير لجسر حواري. السبب الثاني يا شيخ عبد الوهاب عدل الحمد لله. السبب الثاني يا شيخ عبد الوهاب ان اخوك في الله ضعيف فما في بنطلون يمسك عليه سيدي ابراهيم يعني هذا هم زين واحد يكون واقع يمسحون عليه ما في. وامس الحمد لله اخذونا الاخوه وشروا لي ثوب زي هذا طاقيه زي هذه باذن الله نخلص اليوم من المحاضرات الرسميه ونجول في المملكه المغربيه باللباس المغربي. اي لازم لازم ان شاء الله. كم استمتعت اليوم في فاس يا شيخ شيء عجيب. المهم ففعلا خلصنا المحاضره في النادي الثقافي السعودي وكان معي ايمن العوضي لانه هو اللي يعرفها في الجامعه والحوار هي رياضيات ورياضيات وواحد مصري اسمه وليد استاذ في المصطلحات الغربيه لان الحوار الجدلي العقائدي يحتاج تعرف المصطلحات لان الحوار نوعي فني. فرحنا الثلاثة بالـ11 طرقنا الباب طرقنا الباب يا شيخ وإذا مش عارف أي دور فتح الباب فتاة نحيلة الجسد متوسطة القامة قصيرة الشعر الأشقر البثور البرد السويدي على وجهها تلبس بنطلون جينز نسيت لون التيشيرت والله ما كنت مركز ولا اصلا هذا صحيح زين. فخرجت بكل هدوءها صدقوني يا نساء يا اخوات صدقوني ان لبسها تبرج لبس غربيات صح لكن لبس بعض المسلمات الاستعراضيات خادش للحياه اكثر ومثير اكثر ويتكلم هذا النفس يتكلم وما في نساء بس رجال. لقيت لكم عبارة وسطر قوي للأديب مصطفى صادق الرافعي عن ملابس النساء ولكن ما يصلح. تفضلوا تفضلوا. جلست أنجريد اسمها أنجريد أنجليكان وجلس إلا بجوارها امرأة أخرى اسمها تانيا تلبس باركول طويل شكلها يائس بائس عرفت انها طليقه مسلم سكير خمير متخلف وتروح المسجد ترتاح مو هي مسلمه ترتاح في المسجد. طيب ايمن انا الوليد جلس هكذا فقبل ان تبدا والحوار معها اوراقها والمصحف و يعني مجهزه شغل الحوار قالت قلت لها يا انجريد قبل ان تبداي عندي اربع مسائل احب ان ابدا فيها. واحد انا ممتن لك وفي عنقي طوق من الجميل لن انساه منك ابدا ولو لم نتفق على فكره واحده. ان شاء الله تظلين انت على اللادينيه اللي عندك وانا على ديني. لماذا؟ لانك هذه الثقه والاستضافة والوقت والمكان والإصغاء كل هذا تقدير يجب أن يقدر. ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله. الناس والمسلم وقولوا للناس حسنا وليس للمسلمين. لذلك ديننا عالمي وفرق بين العولمة الدكتاتورية الجبرية التي تذيب كل الفوارق وبين العالمية التي تتيح الحوار أن عندي ما يصلح للبشرية فرق
هذه واحدة. اثنين، قلت لها يا أنجريد ترى والله أنا ماني جاي من الغربيين أدعوهم في هذه الزيارة، أنا جئت للجالية المسلمة هناك في مساجدها ومراكزها وجامعاتها أقول لهم يا بشر كونوا خير رسل لبلدانكم ولأسركم ولدينكم ولتاريخكم وهويتكم. أنتم دخلتم بعقد أمان وفتحوا لكم جامعاتهم، قوموا بالواجب، احترموا القانون، أخلصوا لمن يعلمكم. ما يصير يا جماعة نخلط بين قضية الحقوق وبين قضية الآداب وبين قضية الولاء والبراء في العقائد، نخلط فرق يا أبني اللي يدرس عقيدة، فرق بين الولاء والبراء ما أوالي عقيدتك ولا احترمها حتى، عقيدة سخيفة، لكن احترم ذاتك كإنسان وعاملك باحترام وأخلاق كإنسان. هذه القيمة يجب أن لا تغيب عنا، الخلط عند كثير من الدعاة حتى بين الولاء والبراء وبين المعاملة بالحسن. وتعرفوا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. مدخل البر اللي يأتي للوالدين لهذا الكافر. وشيخ المفسرين الطبري يقول وهو في جنس الكفر، أي أي أنواع الكفر، مجوس، يهود، هذا شيخ المفسرين. يا جماعة لازم نفهم ديننا، هذه واحدة. ثلاثة، ترى أنا مو جايج أيتها السويدية أنجريت من أجل أن أكثر يا شيخ عبد الوهاب عدد المسلمين، ولا جاي داخل معاك في مباراة، مو داخل معاك في مباراة أنا ريال مدريد وبرشلونة صح وغلط. أنا عندي هدف واحد، وهذا كلام قولوه يا أخوات ويا أخوة، قولوه لكل الذين لا يعرفون الإسلام. أنا على يقين عقلي برهاني من أن ديني حق وأنه وحي، وهذا الحق والوحي أنا مستمتع فيه، فمن البخل واللؤم أن لا أجعل البشرية تستمتع فيه، ولا سيما إذا كان ديني يدعو للدعوة إلى الله وهداية الناس وحمل من رسالة إنقاذ البشرية. فكيف إذا كانت امرأة هي نفسها تبحث عن الحقيقة وعندها تساؤلات وصادقة؟ أنا جاي من أجل هذا الشيء. وأزيدك يا أنجريد بيت